انا اختي كنديز مشريب وشريب الدكالي جاي واحد الشيء زيت عليه تتبان ليا الغبره، الغبره تتنطف في السماء، قلت له الزلزال بغيت نهرب، واحد الشيء بانت الدار تطيح، رجع لي رجعت هكا تلفت نشوف الديور شكون شي طيح، تلقيت هي الدار ديال تطيح، الدار ديال النجار، انا ولد دريسيه جوج اذا به جيت انا وخمسه الناس نشوفوا كيفاش اش واقع اش ما واقع، جينا تنقلبوا قال لك راه كاينه واحد البنت تماني واحد المعاقه مسكينه، جينا تنتجاروا وجبدناها، اذا به كنتسالوا واحد السيد تيدير لها كاف هنايا تيحفر لها كاف ديال دار اخرى جديده، هو اللي طيح هذيك العماره هذيك الدار هو اللي طيحها، تيحفر مول البوكلان، واحد الشيء بانت البوكلان تترجع مشاريع، واحد الشيء هو ينزل من البوكلان ويهرب، خلى الضحايا 80 البنايه راه باقيين تما تحت لها كاف، شي ثلاثه الناس راه باقيين تحت لها كاف، وهذيك السيده حنا جبناها بينما جات السلطه قال لنا حيدوا من هنا وحنا نحيدوا في حالنا. جبنا جوج ديال الناس وبقاو في لاكاب، حيت هذيك الدار اللي حنا دايرين ما فيهاش لاكاب، السيد اللي جنبو تما اللي كيدير لاكاب البنايه ديالو راه باقيين تماني. اش عرفك انهم باقيين ثلاثه؟ مول الموكل اللي قال لنا قال باقيين الناس هنا وهرب، خلى البوكران وهرب في حاله. بالنسبه لهاد الناس ديال السلطه دوك الخدامه الناس ديال السلطه واش ما دارين؟ جاو الناس ديال السلطه جراو على الناس، الناس بدات بدات تما وبدات تطوع الناس. لا انا على الحفير. الحفير السلطه راه ما العلم لله شنو دايرين. جاو حبسوا شحال من مره خافوا على الدار الاخرى تحت يدير شي حل. مشاو هما هذاك تيخون هذاك السيد مول البوكران هذاك السيد اللي تيبينا كاف تيخون كل مره تيجي يحفر شويه كل مره تيحفر شويه بينما الدار تحت والدار الاخرى هي تتشققات والدار الاخرى منها تاهي تشققات. يعني احتمال وارد انهم يطيحوا. غالبا 100% غادي يطيحوا ها هما كاع مشققين هما تشوفوا صوروا شوفوا هما كاع مشققين. هادو عاينوا. جا واحد السيد ريب دار اللي حدانا ريبها وجا قال لك سيدي عنده الفلوس باغي يبنيها مشى تيحفر في لاكاب في الساس والسيكتور كامل ما فيه حتى شي ساس ما فيه حتى شي لاكاب وعينا من بلق عيد كل صباح وانا خدام بالليل تيبرزتني بوكلان تنخرج ليه تنقول له اودي راه الشراء تتشقق لنا في الدار راه تتشقق لنا في الدار ما كاينش ليها دار واش من هذاك الشيء داير بيناتهم ما فهمتش واش حاط الفلوس واش حاط هذه عييت من هضر سيمان وانا في الحرب معاهم وجايب هذاك الشيء عشوائي جايب ماسيطات دار باشيه للدار بدا تي يطيح في الدالات طيح الدالات سلام من الدالة ريبها بقى لي الساس منين بقى يحفر في الساس يحفر في الساس وصل لواحد واحد الحفرة ما تصورش بحال تقول هذا تيقلب على الكنز وبدات تشقق الديور اللي حدانا قلت لهم الدار غطيح شوية حسيت بها نط صليت العصر قلت لهم دير الدار ما عجبتنيش تزعزعات خرجنا الشانطي تحت الدار وانت تشوف النتيجه. الحمد لله خرجت الوبنيه وخرجت المدام الخوادريه كل شيء خرج. باقي شي حد تما؟ وحده اللي بقى حصلات راه داتها لابينونس تردمها سلام معاقه مسكينه. دار عدوستي خويا. خويا الدار كلها خويا مشات. كانت اصلا كانوا كي شي وحدين واحد الدار كانت حداهم كتب ريب مولاها ريب. وكتزعزع والصالون ديال عدوستي كله سقف طاح. كله تشقق. صافي قلنا ماشي مشكل ريب جا نهار فاش وقع الزنزال حبسوا ما كاين والو ولكن داك الشيء داك الدق من تحت داك الشيء اللي كيدير داك الزز تصور اخويا ما كنا ناعسين حتى كلشي كيتزنزن الدار كلها كتزعزع من فوق زعما كيبدا يريب كلها كتزعزع الدار ايوا راك عارف الحمد لله ما تنجينا وتنجى كلشي درت نجا والحمد لله والحمد لله وشكرا الحمد لله كلشي هرب كلشي هربنا كلها تشقات كلها زعزعت بحال هكا هو صاحبي يبني راه ما حبسش ولدي عرفتي ولدي ملي كانت هذاك الزك اللي كتجي من تحت كل الدار كتمشي وتجي كتزعزع. انتوما خرجتوا صحابكم الزنزة؟ كلشي خرج كصحاب الزنزة كلشي خرج اخويا الدار تشقى بقات كتشق تشق 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 صافي تهبطت اخويا كلشي. فين اتباتوا دابا؟ اه؟ فين اتباتوا؟ واخويا راك عارف فين غنباتوا؟ طفلتي مسكينة ومرت لوسي ولوسي الاخر لا اله الا الله محمد رسول الله خويا وصافي الحمد لله والشكر ملي تنجينا. تابعونا معنا فلاشين وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.